تبدأ صباح غد السبت امتحانات الشهادة الثانوية في جميع ولايات السودان إضافة إلى المراكز الخارجية، وتستمر الامتحانات ل14 يوما، ويبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام في المساقات المختلفة نحو 540 ألف طالب وطالبة. وأكدت وزارة التربية والتعليم بأنه تم وضع ترتيبات لتأمين الامتحانات، كما تم تزويد مطابع الامتحانات بكاميرات مراقبة إضافة لمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية، فيما أعلنت نقابة التعليم أنها أكملت اتفاقها مع المالية لزيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في الامتحانات. وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم عباس حبيب الله، رئيس النقابة العامة لعمال التعليم العام. السلام عليكم أستاذ عباس. وعليكم السلام ورحمة الله حياك وبركاته. الله. نبدأ أولا يعني بالشأن المهم، وهو تأمين امتحانات الشهادة السودانية، باعتبار أن السودان يعتبر أن هذه الامتحانات شأنا قوميا، فحدثنا عن ترتيباتكم لتأمينها، خاصة وأن هنالك تسريبا كان في العام الماضي وربما في أعوام مضت. حدثنا عن درجة التأمين التي تابعتموها خلال الترتيبات. أولا التحية لكل معلمي ومعلمات السودان، وهم صمام الأمان لامتحان الشهادة الثانوية، وهم الذين يؤدون هذا العمل بكل أمانة، لأنه هو من صميم واجباتنا، ونحن على ثقة أنهم هم صمام الأمان لهذه الامتحانات. ولا شك أن الامتحانات، امتحان الشهادة الثانوية السودانية، أصبحت من الأمن القومي للسودان، ولذلك كل الجهات الأمنية ومنذ وقت مبكر شكلت لجنة، وهي لجنة دائمة منوط بها إجراء تأمين امتحان الشهادة الثانوية. وقد عقدت العديد من الاجتماعات كانت خلاصتها تأمين إجراءات طباعة الامتحانات بصورة طيبة وممتازة، ومن ثم تطريد وتسفير هذه الامتحانات لكل ولايات السودان والمراكز الخارجية. زي ما قلنا إن المعلمين هم صمام الأمان الأول، ومساندة كبيرة جدا من الإخوة في الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات والقوات المسلحة. وإن شاء الله بكرة الساعة 8 صباحا تبدأ هذه الامتحانات، طيب أستاذ وتمر عباس، كما تم الترتيب لها إن شاء الله. نعم أستاذ عباس، يعني الترتيب للمراكز، مراكز الامتحانات أعني، كيف هو، خاصة وأن ولايات السودان ولايات ممتدة ومساحة السودان واسعة وشاسعة، وهنالك أيضا مراكز خارجية سيمتحن فيها مجموعة من أبناء السودان وغيرهم من الذين سيجلسون الامتحان الشهادة السودانية. كما تابع الجميع أنه حوالي 4000 مركز داخل السودان و13 مركز خارج السودان، وعدت بصورة طيبة وجيدة، والخبرة الطويلة والمتراكمة للإدارة العامة للامتحانات ولإدارات التعليم على كافة المستويات والمعلمين، تم الإعداد الجيد للمراكز وتهيئتها لجلوس الطلاب والطالبات لهذا الامتحان. وإن شاء الله قد هيأ الجو تماما لأبنائنا وبناتنا لإجراء هذا الامتحان. وفي تقديرنا أن الامتحان التجريبي الذي انتظم كل ولاية السودان هو تمرين للدخول في هذا الامتحان، وإن شاء الله التوفيق لأبنائنا وبناتنا. طيب أستاذ عباس، بالنسبة لبعض الولايات التي كانت بها مشاكل خاصة في فصل الأمطار وتم تأجيل الدراسة، يعني أجلت، والتقويم الدراسي سيكون الامتحان حتى نهاية التقويم، يعني حتى نهاية المقرر، هل تابعتم أن الطلاب قد أكملوا يعني مقرراتهم كاملة، أم أن هنالك مراجعة في هذا الشأن حتى يعني لا تكون هنالك مشكلة، يكون هنالك بعض الظلم قد يقع على بعض الطلاب؟ الحمد لله كل التقارير التي أتت من ولايات السودان المختلفة أكدت على انتهاء المقررات في وقت مريح جدا، وفوق هذا وذاك تمت مراجعة لكافة المقررات
ومن ثم أجري الامتحان التجريبي. ولذلك نطمئن الجميع أنه هذا الامتحان يجري وقد أعدت العدة تماما حيث إكمال المقررات ومراجعتها وتهيئة الطلاب والطالبات لأداء هذا الامتحان. فترة التوقف التي كانت خلال الفترة الماضية استطاع المعلمون تعويض ذلك من خلال عطلة السبت، ولا شك أن المعلمين هم أحرص على نجاح الأبناء والبنات، وإن شاء الله يدخل الجميع الامتحان بكرة السبت إن شاء الله وهم في أتم الجاهزية. نتمنى التوفيق لطلابنا جميعا في الامتحانات. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عباس حبيب الله رئيس النقابة العامة لعمال التعليم العام، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم.